السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. هادي شحال؟ هادي الرابعه، هادي الخمسه، قلت ولوت. باقي حنا ما تحركناش المعرض اللي قلت لكم. حنا دابا في مراكش، باقي نحضر الكتبيه، باقي معنا الصديق ديالنا، ودابا واحد شويه نتحركوا، نشدوا شي طاكسي ونمشيو، وديك الساعه نقلوا لكم الاجواء وشنو داير، شنو هما لي مارك اللي باينين، سورتو داكشي اللي نتوما ديما مصدعين عليه اللي هي الطاسيه. المعرض ديال داسيا رونو كان مقسم على جوج ديال الاجزاء، المعرض المخصص برونو والمعرض المخصص داسيا، ومن بعد كاينه لا داسيا دوستر اللي كان مقام على الشرف ديالها هذا المعرض هذا، واللي خصص ليه واحد الفقره بوحده. المعرض ديال داسيا رونو لقينا بانه باقي معروضه في لا دوستر 2017 بواحد لا غوميز اكسيبسيونيل، وكانت مناسبه زوينه انني نصور لكم لا دوستر 2017 من الداخل، لانه مازالين الناس اللي باقيين يتقداو هذا المعدن السياره، ومزيان لهم انهم يتعرفوا على لا دوستر 2017، ديك لا بواط فيتاس بي في ا اللي كانت معروضه في هذا السياره. داسيا دوستر، السيارة اللي تقام على شرفها المعرض ديلوكاليزي في مراكش. هاد السيارة هادي الجيل الأول حقق مبيعات تصل إلى 1,100,000 سيارة. هاد الجيل الثاني من السيارة اللي كيتميز بالشخصية الجمالية اللي تم الحرص عليها من طرف المصنعين، واللي عطا ليها واحد غافينمو، واحد ديزاين صافي، وعطاها واحد لوك روبوست، يعني طوموبيل قادة. الجهة الأمامية من السيارة تم الزيادة في العرض ديالها، والأضواء ديالها طلعوا شي شوية من كل جهة. لاتيغالمون الشيء الجديد في السيارة واللي تزاد فيها هما لي فو اكستراكتور اللي كيسهلوا المرور من الجناح ديال العجلات لأبواب السيارة. كوفر مساحه ديالو 445 لتر بطبيعه الحال، انقص على الجيل الاول حين تزاد فيه واحد المواد اللي عازله. الكاروسري ديال السياره جديد في 100%، ولكن من حيث الحجم لم يكن هنالك اي تغيير، 4 متر 32 في الجهه الخلفيه، واحد الصابو اليغون وبورات اللي محطوطين بواحد الطريقه مختلفه على داسيا دوستر رقم 1، واللي كيعطي هذاك الشكل ديال الطوموبيله الغوبيشت. بلونش دوبوغ ولا عندها واحد المظهر اكثر طراوه، وكل شيء تم اعادته رسمي. فتحات التهويه ولاو 3 في الجهه الوسطيه، مع وحده في اليمين وحده في اليسار بطبيعه الحال. واحد ليكرون ملتي فونكسيون اللي عودتنا عليه الداسيا، واللي هاد المره تزادت فيه كاميرات اللي كيغطيو السياره كامله. ممكن انكم تعرفوا على هاد النوع ديال الكاميرا في الفيديو السابق اللي نخلي لكم اللين ديالو الفوق. لي توش بيانو اللي صراحه عجبوني في هاد الطوموبيل هادو، لي كوموند ديال لا كليماتيزاسيون اللي ساهلين في لافيشاج ديالهم وفي القرايه ديالهم، وحتى في لي توش اللي ولاو اكثر طراوه كما قلنا في الملمس ديالهم، اللي كيعطيو واحد سيغتان بريستيج لا كليمونتيل ديال داسيا دوستر. بالنسبه للناس الفنانه راه ما نسيتكمش، الكوسانات ولاو اكثر اريحيه، وراه تعاود لهم الديزاين من الاول. لا بواط فيتاس، لا بومب فيتاس راه ما كتشبهش لاي داسيا دست، وحتى الفولون ديال الطوموبيله راه شي حاجه اللي زوينه في الملمس ديالها اللي كيتسمى سوفت تاتش، الملمس الناعم. في الاول السياره اللي طرات الانتباه ديالي هي لا غونو كونغو. هاد السياره هادي اللي التاريخ ديالها يثير الانتباه من خلال لا غونو كونغو 1، لا فاز 1 ولا فاز 2 ديالها، ولا حتى لا غونو كونغو 2 اللي انا دابا تنصور دو، ولكن في لا فاز 2 ديالها. لا فاز 1 هي اللي تشاركت مع لا مرسيدس سيتان لا ميم باز، ولا فاز 2 هي اللي جرات عليها التغييرات من ناحيه الشكل الامامي والشكل الخلفي. السياره هادي راه قدرت توصل حتى ل 7 ديال البلايص، ويلي 13 اوتيليتار. لا
لاغونوكليوات. السياره هذه من بين السيارات اللي اي شاب كيدخل المعرض ديال رونو داسيا كتلقى رجليه غاديه بيه نيشان ديك السياره. انا نيت من بينات هذوك الناس هذوك اللي رجليهم جراتهم ديك الطوموبيل، ولكن انا اللي جرني في اكثر هما جوان طاليمينيوم ديالها اللي ما بين 16 و 17، اون بليس حتى ديك لا سيناتور ليد، لا سيناتور ليد المعتاده ديال لا رونو كليو على شكل سي، كان شي حاجه جذابه بالنسبه ليا. اون بليس هاد السياره هادي هي مديوره باش تخليك تحس بانه انت في السياره اللي انت كتمتلكها. علاش؟ لانه كاع الداخل ديالها لي بيرسوناليزابل نيفو ديال الكولور، يعني ممكن ديرو كيف ما عجبك انت. هاد السياره هادي كتعتبر سياره سيتادين، يعني بنت المدينه، كما ان برا المدينه الكونفور والسيكوريتي ديالها ولا حتى الموتوريزاسيون ديالها ما كيتبدلوش، بل بالعكس كتعطي واحد القدره كبيره. لا رونو ميغان، بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش ان هاد لا رونو ميغان هي كانت البديل على سياره رونو 19 بلا رونو ميغان ان ديالها اللي دارت سنه 1995. من بعد جات لا ميغان 2 اللي وصلت حتى لا فاز 2، من بعد جات لا ميغان 3 اللي وصلت حتى لا فاز 3، ومن بعد جات لا ميغان 4 اللي هي قدامنا دابا. هاد السياره هادي اللي كتستافد من نوفيل بلاتفورم ومن تكنولوجيات حديثه اللي دخلتها عليها رونو. هاد السياره هادي اللي كتستافد ايضا من حناءات في السياره اللي رائعه جدا. لا رونو ميغان 4 سيت في القدام ديال السياره ما كاينش اختلاف كبير من ناحيه ديال الاستيتيك، لا سيناتور لا فيزوال اللي متعارفه من عند رونو ميغان 4، ولكن في الخلف هذا رونو ميغان 4 سيدان زايده ب 27 سنتيمتر اللي كيخلي الطول ديال السياره يوصل 4.63 متر. شخصيا على عكس السيارات البيرلين اللي في السوق، الكوفر ديال السياره ما كيعطينيش داك الفيلين ولا الاحساس ديال ان هذاك الكوفر هو واحد الساكاتو اللي هز السياره، بالعكس بانه داك الانحناء الخلفي كيتماشى تماما مع الديزاين ديال الكوفر اللي مزيود لهذا رونو ميغان 4 ديال السياره. كيعطيك داك الفيلين ديال انك في واحد السياره اللي بيرلين، كوسانات وحتى السوغان ديال الطوموبيله ولا الطابلو دبور ولا حتى الطريقه باش كاينه لا فينيسيون، كلشي كيعطيك بانه انت في واحد السياره اللي هي برلين. من بعد 21 عام ديال لا كارير ثلاثه ديال لي جيراسيون، لا طاليسمان عوضات لا فاموز لاغونا. هاد السياره هادي اللي الطول ديالها يقدر يوصل حتى ل 4.85 متر. هاد السياره هادي ايضا اللي كتميز بواحد القدره ونيفو ديال لو ميسكل ديالها اللي كتوحي لنا انها سياره مصنوعه على الطريقه الالمانيه، واللي كتميز بواحد الواجهه اماميه ببصمات ضوئيه من نوع لاد على شكل سي. بالنسبه للملاحظه ديالي ومن غير التجهيزات المتنوعه ولي كوموند اللي خلاتني نعوم فيها، هاد السياره هادي كتوفر على واحد المساحه خلفية واسعة اللي كتعطي للراكب الخلفي واحد الأريحية تامة. لا رونو 4 ولادة سنة 2015. هاد السيارة هادي اللي كتشارك مع نيسان كاشكاي نفس البلاتفورم، واللي كتميز عليها بطبيعة الحال بالشكل الخارجي وأيضا الداخلي من حيث الديزاين اللي كيخلي لهاد السيارة شخصيتها وهويتها الخاصة، هو الشيء اللي كان كيسعاوني دائما صناعين ديال السيارة ديال رونو. أنا من خلال الملاحظة ديالي بان لي بأنه بزاف ديال الأجزاء البومبي في الكاروسري ديال لا رونو 4 كيفكروني دائما بلا رونو كابتور، ولكن اللي لاحظت أيضا أنني في الشكل الداخلي ديال هاد السيارة ما كاينش لو كوتي فان اللي كاين في لا رونو كابتور، ولكن بعكسها هاد السياره هادي كتعكس داك لو كوتي سيريو والجدي من هاد النوع ديال السيارات ومن هاد لاغام ديال السيارات. وبالتالي حسب الملاحظه الاوليه والنظره الاوليه ديالي نقدر نقول بانه هاد السياره هادي كتعيش الزمان ديالها. رونو كابتيور ورونو كوليوس جوج ديال السيارات اللي كانوا محطوطين في دي ستاند بوحدهم، وكانوا محطوطين سايد باي سايد وحده حدا وحده. هاد جوج ديال السيارات اللي انا صراحه انا بيرسونيلمون تحت ليا الفرصه انني نسوقهم وانني نجربهم. جوج ديال السيارات يستاهلوا انه يدار عليهم فيديو خاص ويدار عليهم ريفيو خاص. وانتم كمتتبعين اللي كتدعمونا بجام وببارتر سبسكرايب، يعني كتابونوا عندنا وكتزعموا الناس انهم تابونوا عندنا، تستاهلوا انني ندير لكم فيديو على هاد جوج ديال السيارات وتستحقوا هاد النوع ديال لي فيديو. قبيلنا هضرنا على ليدو سباس ديال غونو اللي هي غونو كونغو كيفما كتعرفوا، دابا نهضروا على لا ليدو سباس ديال داسيا.
هي الدوكير. هاد الدوكير هادي راه كاين فيها الدوكير عاديه والدوكير سيبول، كامل فيها لوتيليتير، يعني الناس اللي كيخدموا بها ولا كيهزوا فيها السلعه ولا كيقضيو بها الغرضات، وفيها لو كوتي فامي، يعني الناس اللي عندهم العائله، الناس اللي عندهم العائله او بروفيسيونيل راه دوك لي سياج ديالو راه ممكن يتربطوا. يعني بلوس السياره هادي لي كوموند دو بور فيها راه زوينين، وحتى الشاشه ملتي فونكسيون راه ممكن دار ليها وراه فيها. هاد الطومبيل هادي انا جربتها شخصيا وراها عمليه. لا دوسيا سانديرو ستيبوي، هاد السيارة هادي اللي كنحس بها نهار مورا نهار كتطور، ولي نهار مورا نهار كنحس بها كطلع في لاكام. السيارة هادي اللي عرفات تحسنات كبيرة على مستوى الديزاين لا الداخلي ولا الخارجي ديالها، ومجموعة من لي غوتوش اللي كيجراو فيها كل عام، نحس بها بأنه ولات عندها شخصية متفردة ديالها، خصوصا من مورا ما خرجات لا دوستر جديدة. هاد السيارة هادي اللي ولات كتجذب نهار مورا نهار الشباب المغربي وحتى الناس اللي عندهم الأسر الصغيرة. لوغان، هاد السيارة العملية بامتياز. هاد السيارة هادي ايضا كتطور محافظة على اسلوبها العملي، وذلك من خلال ايضا الديزاين ديالها الشكل الامامي، وكذلك ايضا من خلال الديزاين حتى ديال الشكل اللي اصبح ملفت للانتباه، هو الديزاين اللي ولاو كيديروه الشكل الامامي ديال السيارة ولا حتى الشكل الخلفي، وكذلك لا بلونش دو بور اللي كاينه فيها واللي ولات مزوقه باش بديك لي كروم ملتي فونكسيون اللي ولات في جميع السيارات ديال داشيا. وحتى الملاحظه اللي كاينه انهم ولاو كيلعبوا حتى على الاريحيه ديال المقاعد ديال الداشيا. لي سي جا غونو راي سون اوفير، يعني ديك الساعات الناس اللي كيبغيو شي راي على رومانا ممكن ديك الساعه يجي هو يشوف الراي ديالو، علاش يبقى يسول الناس عليها كي دايره في السودان، خصو يجرب هو بيدي. الاكسبو كان مقسم على جوج، كانت اون بارتي ديال غونو، وكانت اون بارتي كيف ما شفتو ديال داسيا بلي لي زوتر مارك اللي كنتو كتعرفوهم، لا القديم الجديد والوافد على عائلة داسيا دوستر بلا جينيراسيون جديدة ديالها. شفتوها كيفاش دايرها، شفتو المميزات ديالها، دابا شفتو رونو ميغان، شفتو رونو كليو، شفتو رونو سميتو كاع طاليسمان. طاليسمان هادي شي حاجة واحد الكلمة زوينة، طاليسمان هادي مازال نهضرو عليها حتى هي بالديتاي ان شاء الله في الفيديوهات اللي يكونوا جايين. وكنتمنى ان يكون هذا الفلوغ هذا عجبكم، الفلوغ ديال لوطو اكسبو، شي حاجه ان شاء الله اللي تكون عجبكم. القادم احلى واجمل. كان معكم احمد هندسي من مراكش، السلام عليكم.